هذا مارشي سونترال ديال سلال المدينة، سلال المدينة العتيقة. وبالنسبة لأول حاجة تنبغي نقولها تنبغي نبارك العواشر الجميع المغاربة، تنقول لهم رمضان كريم. وبالنسبة احنا كصانعين ورقات البسطيلة، يعني بقى الورقة في ثمنها، واخا تتعرف يعني السلع تتعرف بعض الارتفاع بعض الخطرات، يعني بالنسبة بحال الزيت راه مرة تيطلع مرة تيهبط، تخيل باقي في الثمن ديالو. مع ذلك تنحاولوا نخلي الورقة البسطيلة في الثمن ديالها باش يعني باش نربحوا الكليان، ما نخسروش لهم خاطرهم. المشكل غير في السلع، مره تتزاد مره تتنقص، يعني بحال الزيت راه مره تتزاد مره تتنقص. يعني راه شي يامات راه كانت واصله 25 درهم لتر، يعني راه قاصحه بزاف. دابا راه تتلعب في 20 19 18 بحال هكا. الحمد لله راه كاين دابا اللي تيعمر، بالنسبه كاين اللي تيعمر تيدير فريغو، تيعمرو بساطل، تيعمرو بريوات، وتيديرو فريغو، يعني تيوجدو الرمضان باش ملي تيدخل رمضان تلقاك يعني راه مستوكي الفريغ، ما تتلقاش داك، ما تتدكش عليك الخدمه، اما ما تخرجش بنفس الجوده. كاين اللي تيصاوبها في المقله، تيدير الشيته وتيصاوبها في المقله، ولكن ما تخرجش له بنفس الجوده، كيعيا ما يجرب في الاخر تيجي ياخذها، يعني تقليديه تتخدم باليد. وكاين اللي ديال لي سوبر مارشي تاهي ما يعني ماشي نفس الجوده ديال اللي مخدومه باليد، يعني الحاجة مخدومة باليد ما يمكنش تقارنها بشي حاجة مخدومة بشي ماشين ولا شي حاجة. 25 درهم بالنسبة لا صغيرة لا كبيرة. وكاين هاد البخار 30 درهم، بخار شوية زايدة عاوتاني كاليتي على هادي على العادية. بخار شنقول لك، بخار تدار في برمد الماء، تدار برمد الماء عاد تتحط فوق منها طاو. بالنسبة للطاو اللي خدام فيها أنا تتحط نيشان فوق العافية، هذيك تدار برمك عاد تتحط فوق العافية عاد تتحط فوق منها الطاو، يعني تطيبها بداك البخار ديال الماء. لا هذيك دايره 30 درهم، يعني ماشي شي فرق كبير، زيدها 5 درهم بيناتهم. هي فيها شويه ديال التمر على العاديه، تتاخذ شويه ديال الوقت، ولكن الكاليتي احسن من العاديه. عواش مبروكه لجميع المغاربه، وتنتمنى لكم رمضان كريم ان شاء الله، وملتقانا رمضان الجاي ان شاء الله باذن الله. وشكرا لكم حتى نتوما، ومرحبا بكم. الله يحفظك، شكرا.